لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الأكاديمي والناشط في التظاهرات الدكتور قحطان الخفاجي. أهلا بكم دكتور. حياك الله أخي العزيزة، وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. دكتور قحطان، في ظل رفضكم كناشطين لدعوة مقتدى الصدر للتظاهرة المليونية الجمعة، لو تفسر لنا الموقف الرافض للناشطين والمتظاهرين على الأرض. أكرر اقتراحات سيد أختي العزيزة وبالعراقيين جميعا، وأحيي بالتأكيد أهالي الناصرية الكرام وشبابها الواعي. حقيقة الأمر إحنا كعراقيين الآن سواء المثقفين أو الأقل ثقافة أو علما كما يقال، أصبح لهم الإدراك الكافي بحيث يدركوا حقائق الأمور ومستقبلها ودوافعها الحقيقية. لذلك ما شاء الله بدأنا نؤكد للعالم أجمع حجم ودقة الرؤية. فتظاهرة في هذه الترتيب اللي جعلها الأخ الصدر وتأتي من إيران وليس من داخل العراق، اعتدالات غير عراقية. وبالتالي وعلها العراقي بدءا واجابها بهاجيج معروفه وسمعت الجميع ان التغريده من ايران وبالتالي لا تعني العراقيين. واتوقع ان الادراك العراقي العالي والمتظاهرين ذوي الخبره الواسعه ادركوا متغيرات الامور واستبقوها عندما اعلنوا ان هناك فتره زمنيه تمهلون بها الحكومه. نعم. يعني اذا هي عملية دعوة واضحة لاحتواء أي محاولة ركب الموجة وأيضا خط نهائي إلى الحكومة. إذا إدراك عالي وتخطيط عالي. سنتحدث دكتور عن هذه المهلة، لكن قبل ذلك برأيكم ما السبب الذي دفع هذه الميليشيات للتجاوب والموافقة على دعوة مقتدى الصدر لهذه التظاهرة المليونية بالرغم من الخلاف القائم بين الطرفين؟ بالتأكيد ثمت مشتركات موجودة. قد يدرك الجميع أن الحراك الشعبي يستهدف العملية السياسية برمتها، وهم نتاج لهذه العملية السياسية الخاطئة، وبالتالي يستشعرون أولا أنهم قد يكونوا مستهدفين في عملية التغيير. هذا واحد. اثنين، الصراع الأمريكي الإيراني الذي أصبح إلى مرحلة نسميه نحن كاستراتيجية مرحلة اللعبة الصفرية، ما عاد هناك في مجال المساومة. قد أدركوا أيضا أن نجم إيران قد أفل، وبالتالي تأثيرهم قد يتبع هذا الأفول أفول آخر، وبالتالي أصبحت هناك أمامهم مسلك واحد وهو الظهور بالحضور الفاعل في الساحة العراقية. ولكن أنا أتوقع كمتابع أن الشارع سوف لن يستجيب كشارع لهذه الحالة، قد تنحصر على المؤيدين مباشرة والمستفيدين من هذه المجاميع حصرا، ولكن الشارع لن يستجيب وهناك دلالات كثر على ذلك. ولعل التظاهرة الإيرانية التي ظهرت بالجمعة الماضية كانت خير دليل على منهج المستقل من إيران ومن أمريكا، منهج عراقي. إذا كل دلالات تشير إلى أن التظاهرات والشارع العراقي أدرك العملية، وهؤلاء ما ذهبوا إلى المليونين التي يزعمون إلا لمحاولة لإبقاء وجودهم. ولكن في تصوراتنا المتواضعة كمتابعين نرى أن آخرتهم بدأت قريبة جدا، وأن العراق بدأ يصحح ذاته، وعسى الآخرون أن ينتبهون إلى التصحيح لعلهم يصححوا، لعلهم يجدوا في العراق مجالا رحب يستوعبه. دكتور، كيف يفسر هذا التناقض في التظاهر مليونيا ضد الوجود الأمريكي في العراق وغض الطرف عن الوجود الإيراني؟ هذه طبعاً ازدواجية حقيقة الأمر، علما أن ما يسمى البرلمان وقراره كان ضد الوجود الأجنبي، وما أعرف لماذا ذهبت الاتجاه إلى أن الأجنبي هو أمريكي. علما انه الحقيقه الواقعه تشير الى ان هؤلاء ما كانوا ليكونون في هذا الموقع لو ان امريكا ب 2003 قله العراق والتي هي اتت بهؤلاء
واجهزتهم على المقاعد التي هم فيها. ولكن الان عندما يذهبون باتجاه تفسير القوى الاجنبيه الامريكيه عفوا يضعون انفسهم في كمد قيراط، وبالتالي يعلنون عن وجودهم وعن هويتهم وعن دلالتهم الايرانيه، وهذا في رايي المتواضع سوف يكسر الشارع العراقي وسيكسر العمق الاقليمي الذي يرى ان هناك ثمه خلافات واختلافات كبيره بين الاهداف الايرانيه واهداف المنطقه بشكل عام. الحديث عن إيران ربما يدعونا للتساؤل عن ما يتم تداوله عن محاولة تأسيس قيادة ميليشياوية ليقودها مقتدى الصدر، تماما مثل حسن نصر الله في لبنان. ما مدى صحة ذلك؟ ممكن هكذا يذهبون إلى هكذا نتيجة، لأن كمنطق عام نتحدث كصراع بين طرفين، لابد كل طرف أن يهيئ ترتيب لمنازلة قادمة. فالجهات المعنية بالتصدي للوجود الأمريكي لابد أن يكونوا حالة جمعية ما بينهم علهم يتجاوزون خلافات معينة. ولكن حقيقة الأمر الخلافات الموجودة بينهم هي أكبر من أن تحتوي الصورة الهلالية التي قد يبدون إليها. اتوقع قد يذهبون الى هذا الاتجاه شكليا، ولكن يبقى خلافات قائمه في الداخل. واحد. اثنين، كلما استشعروا ان وضع ايران بات اضعف امام امريكا، كلما يكون هناك اهتزاز في ثوابتهم ومعانيهم الداخليه. وبالتالي هذا الاجراء في رايي لابد ان يكون كجهه تقاتل الجانب الاخر، وبالتالي فيعطى داله على ان تخندق ايران اكثر من هو تخندق عراقي. شكرا جزيلا لكم دكتور قحطان الخفاجي الأكاديمي والناشط في التظاهرات، كنتم معنا عبر الهاتف من بغداد.